جملة غيرت مجرى تاريخ الدوري الإنجليزي. لن أخسر أي مباراة في الدوري. حيهم. هاي كلمة غيرت مجرى التاريخ، قالها مدرب فريق أرسنال الفرنسي أرسن فينجر قبل بداية الدوري الإنجليزي في موسم 2003-2004. التصريح كان في هذاك الوقت غير واقعي ويضحك. يا أخي ركز، كيف ما بتخسر 38 مباراة وانت معاك تشيلسي ومان يونايتد وليفربول وغيرهم؟ بدأ الدوري وأول مباراة لعبوها، الثانية الثالثة والرابعة أرسنال يفوز عاد، لين الحين بعدنا توا الناس. لكن المسلسل استمر وينهي أرسنال الدوري ب 26 فوز و 12 تعادل وصفر خسارة. تصريح فينجر غير تاريخ الدوري وحقق اللي قاله، سأفوز بالدوري الإنجليزي دون هزيمة.